بس بنكسب هو مش هناخد نسبه الديستنس مش عارف هتلاقيها كنت مش خدها اه وتقطعها عادي وتطلع على طول من غير اي جرافيك تضرب يعني ما دخلهاش في حسابات يعني هتجمعها زي الفورم دي تي بس تبقى حاجه قليله هو دي حساباتك كلها لا ما خلي بالك انا هنا بالدبل صح؟ اللي هو في الدبل سايد صح؟ ماشي لو في الثاني حاجة مع الدور ثلاثة دي سين سايد مان ده راح جمع في الدي دي ار ماشي؟ لان انا ساعتها انا باخد الجزء ده وباخد الجزء ده صح؟ باخد الجزء ده وباخد الجزء ده لا قصدي ان احنا الار اس دي هتبقى موجودة في قصدك في الدبل سايد مان ميكسر؟ اه اه هتدي هنجمعها يعني نروح المره الاخرى كده طب دكتور مش لو انا شغال بقى في البوينت اللي انا بقلب فيها هي مش كده اساسا النويز بتاع الار اف اللي تحت هيبقى بزيرو مش بس التايم ده صغير قوي كومبير ان هو بتعرف ايه عامل كده صح؟ ماشي؟ التايم ده كومبير للتايم ده بيبقى ايه؟ اه بيبقى كبير خلاص فانت هتطلع حته صغيره يعني مش انا قصدي يا دكتور ان الايفكت ان انا بالبوينت دي بتطلع النويز بتاعت المات فوق برضه في عكسها اللي تحت اه بس انت وصلت كده بتخسر قد ايه في الجيم؟ اه بخسر قد ايه؟ بتخسر في الجيم صح؟ يعني دي لو زادت الجيم بتاع الجيم ده بتزيد بيقل عشان السلوك ما بقاش شارب رونا لو السلوك كده اهو تحسسني هيحصل له ايه؟ عشان تصير مطرحه في نفسها صح؟ بس الميكسر بقى اسهل طريقه دي ان انا اعمله ازاي؟ بنعمله ازاي؟ عشان حته الستوك دي ما فهمتهاش حته الستوك دي ما فهمتهاش كل ما الستوك يقل كل ما الستوك يقل كام بيقل؟ حجم الجين ولا النويز كونتريبيوشن بتاع الـ LO ديفايس؟ كل ما السلوك ده بيقل الكونتريبيوشن بتاع الـ LO ديفايس بيزيد. يعني انا عايزه اكتر شرط. هنعمل اول شرط. مشكلة. الباسيف ميكسر هو ده كده عبارة عن باسيف ميكسر. هو في باسيف ميكسر في كذا تايب دي بس هو جين عشان احنا اخر سنة فما بنتكلمش فيه وهنتكلم بس بسرعة. ده ابسط طريقة للباسيف ميكسر. صح؟ عبارة عن ايه؟ سويتش بعمل ايه؟ قلنا انا بضغط في كام؟ في صفر واحد، طب هعمله ازاي الدايرة؟ الريموت ديفايس معاه ايه؟ الريموت ديفايس ده مرات شغال كام؟ سويتش يعدي السيجنال وما يعديش السيجنال، يعدي السيجنال وما يعديش ده هيطلع ان هو يبقى ايه؟ سنجل ايه؟ هيطلع سنجل بالانس ميكس صح؟ عاوز احوله دبل بالانس ميكسر هعمل ايه؟ تقولي خدت كده كده؟ سوري هو السنجل بالانس عشان مفيش دي سي صح اظن؟ ايه؟ مفيش دي سي صح؟ مش حاطط دايما بادي وايز كارد في اي حاجه. لا هو ده السنجل بالانس هو انت لو عندك دي سي لو في دي سي ترم في الانبوت هيبقى انبالانس ده انبالانس شكل فول انبالانس تعال بص تاني عندك هنا في الانبوت داخل ايه؟ دي سي زائد البي ار اف صح؟ ماشي؟ فده بقى انبالانس وده له كاني بضرب في كام؟ في 1 وزيرو 0 و 1 انا عندي دي سي في الناحيتين عندي دي سي في الناحيتين صح؟ ماشي طيب عشان احوله سنجل بالانس حط في الاوت هو ده كده بي اوت بوزيتيف وده بي اوت نيجاتيف يبقى انا عملت ايه؟ خليت الصفر والواحد دي اتحولت انها ايه؟ نيجاتيف واحد نيجاتيف واحد واحد نفس اللي احنا قلناه ماشي؟ واحد هيبقى عندي ار اف ايزوليشن بس ما عنديش هيبقى عندي ار اف ايزوليشن بس ما عنديش الو ايزوليشن طب عشان اعمل عكس اعمل ايه؟ اعمل عكس زي بالظبط الجيلبرت سيرفر صح؟ فانا حاطط سويتش تاني كده ماشي هو كده وصلتش الناحية دي
صح في الجيلبرت سيرف خدنا الجزء اللي فوق ماشي ودخل بس على السيجنالز بتاعك خلاص ماشي فالدي سي بيتشال مع الدي سي وده بيديني في واحد وين او الان نودز دايما العكس اللي فوق ده بيقول لي بوزيتيف ده هو بوزيتيف نيجاتيف 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 ده هو عندنا اصلا تقريبا من الترم السبت حاجه كده شبه كده احنا في كويز بعد الشفوي على طول بنخش الفاينلز.
ماشي. طيب حد عنده اي سؤال؟ والله ما انسى الكابتن مش عارف ايه.